علي حتى يصير واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. شنو اسمك الكريم؟ أحلام ضيدان. أحلام ضيدان. أحلام أنت أرملة؟ لا. زوجك موجود؟ موجود. شنو عمله؟ يشتغل بالأمانة. بالأمانة. دا أشوف حالتك كلش تعبانة. يعني شلون ساكنين بهذا البيت؟ الحمد لله والشكر أقوله. تجاوز هذا؟ اي تجاوزت وبنيت بيها هاي الغرفة. اي من شنو تعانين انتي؟ من مرض السرطان. ها عندي مرض السرطان. اي صار بيه وهاي حالتي فقيرة وتعبانة والله ما عندي والله ما عندي. اي شنو احتياجاتك؟ اريد يساعدوني اهل الرحم. شنو يساعدوك؟ فلوس اسوي العملية مالتي. عملية شنو محتاجة يعني انتي؟ الرحم مالتي. ها للرحم ان شاء الله احنا نوصل صوتك. ما عندك راتب رعاية؟ لا. ما حد يساعدكم؟ لا. ايش قد عندك اطفال؟ ثلاث بنات. ثلاث بنات؟ ايش قد اعمارهم؟ وحدة 9 ونص. اي وحدة 7 وحدة 6. ان شاء الله احنا راح نوصل صوتك ونساعدك باللي نقدر عليه. راح يضربوني هم كيمياوي. يعني يضربوني كيمياوي. اي التقارير مالاتي. اي ان شاء الله نوصل صوتك احنا ونساعدك باللي نقدر عليه. شكرا جزيلا قلبي.